رجعتنا تاني يا شباب كده، نشرح بقى الطباعة. تمام، ازاي نطبع اللوح ان هي بتبقى بسكيل مظبوط، تمام، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها حاجة بايظة، او لو في حاجة بايظة ازاي نعدلها. تمام، دي لوح. اول حاجة البروفايل، طبعا طباعتها سهلة برضو ما فيهاش اي مشاكل. اول حاجة بندوس كنترول بي، تمام، هيطلع لك الشكل ده. انت ممكن تكون مظبط حاجة هتلاقيها هنا، او تكتب previous plot اللي هو اخر ايه مره طبعت بيها. تمام، تعالوا كاننا احنا لسه في البدايه. اول حاجه هتعمل هتحاول تقول له ان انت عايز تخلي الشكل ده البي دي اف، تمام، فتختار دي. بعد كده تختار drawing to بي دي اف، تمام، تختار ان طبعا ابعاد اللوحه بتبقى A1، تمام، فممكن تاخد full bleed A1، تمام. هنا انت عايز طبعا الالوان تبقى ابيض واسود مونوكروم، تمام، هتقول له yes، هتقول له fit to paper. وبعد ما تعمل ويندو هتختار ايه، هتختار اسمه ده السنتر بلوت. تعالوا هنختار ويندو، تمام، او المساحة اللي انت عايز تطبعها. هتدوس على كلمة ويندو من هنا لحد هنا، تمام، شايف الشكل عامل ازاي. هتقول له ايه سنتر بلوت، دي اول حاجة. والبتاع عامل ازاي، جايه دي الرسمه ودي اللوحه، المربع الابيض ده اللوحه، المتهشر ده الرسمه، انت عايزها ايه كده اهي، فيت ايه، فيت تو بيبر سنتر بورد. تعال ندوس بريفيو كده يعني نشوف ايه الشكل عامل ازاي. اهو ده شكل اللوحه. ايه اللي عندي مش شكله مش حلو؟ اول حاجه الحاجات دي كانت بتبقى ايه، شايف دوتت كده، مش باينه ان هي دوتت. ازاي هنظبطها هنشوف دلوقتي. طب هل في حاجه تاني؟ تقريبا لا، هي اصلا لوحه البروفايل مبقاش فيها حاجه. ممكن لو عايز تزود تخانت مثلا الماسوره ولا حاجه، تخانت الارض ماشي. يعني بصوا هنا شايفين تخانت المنهول عن تخانت السنتر لاين، ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش عادي، يعني مش فارقه، تمام، وكي بلان والكلام ده. هتدوس اكزيت. تعال نشوف نظبط ازاي البتاع دي. هتعمل امر كده اسمه لاين تايب سكيل، لاين تايب سكيل ال تي اس، تمام، وتدوس انتر. تمام، بيقول لك عايز اللاين تايب سكيل بتاع اللوحه يبقى قد ايه، 0.01 مثلا. هل بانت؟ لا. طب نخليها واحد، لا، طيب خمسة، ايه ابتدت تبان خمسة، حلو خمسة حلو، تمام. تعال نجرب كده كنترول بي، تمام. هل اقعد اعيد حوار الطباعه ده تاني واعمل من هنا البي دي اف؟ لا، هتدوس هنا تقول له بريفيوس بلوت على طول، الايه اللي هي الرسمه السابقه، وتدوس ويندو من النقطه دي للنقطه دي، تمام، وتعمل بريفيو. شوف الشكل اهي، شايف وضحت ازاي؟ كانت في الاول ما كانتش واضحه، ممكن تصغر عن كده يعني، دي انا حاسسها كبيره سيكه، تمام. بس ده دي لوح الايه البروفايل، مفيش حاجه، مفيش اي مشاكل في طباعتها. تعالوا بقى للبلان، تمام. البلان اهو احنا شفنا المره اللي فاتت ازاي ظبطناه، وازاي حطينا ال انسبكشن شامبر، وازاي حطينا بلعات المطر والكلام ده كله، تمام، وعملنا لاين تايب ولاين ويت والكلام ده. تعال نشوف ازاي نطبع. انت عندك البلان ده طبعا مش هيجي في لوحه واحده، تمام، فانت بتعمل ايه، بتقطعه. انت اوريدي عندك برضو باندا للايه، للبلان، بتحط فيها مثلا الخطوط بتاعتك، الاسم الكلام ده، المسقط واسم اللوحه والمدينه والكلام ده، تمام. طيب اول حاجه انت عندك اللوحه هتبقى فين، في المربع ده صح، الشكل ده تبقى جوه المربع ده. فهتعمل مربع بامر ريكتانجولار ار اي سي، تمام، من النقطه دي للنقطه دي، من النقطه للنقطه اللي فيها الايه اللوحه يعني من الاخر، تمام. هتاخد ده موف او كوبي مش فارقه، تمام، من هنا هتحطه عندك على اللوحه هنا، نقول مثلا لحد هنا كده، تمام، تاخد ده كوبي عشان تشوف اللوحة دي هتتقطع كام لوحة. دي كده واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وزوم عشان ما تروحش في حتة غلط، يعني ما تدوسش كليك في حتة غلط. خمسة، ستة، سبعة، تمانية، بتقطع معاك تمن لوح، تمن لوح، تمام. ده يبقى شكل التقطيع بتاعتك. طيب انت عايز دلوقتي تطبع، هتروح على لاي اوت، ده هتاخد الباندا بتاعتك، تمام، من هنا كنترول سي، تخش على لاي اوت دي، تحذف كل اللي فيها ديليت، تمام، وتدوس كنترول في، تحطها هنا.
كليكتين على البقرة يرجع لك للشكل ايه، الشكل العام بتاع اللوحة بتاعتك. تمام. انت دلوقتي عايز تظبط اللوحة، عايز تدخل اللوحة، بتختار امر ايه او بتعمل امر ايه؟ امر اسمه سالب، سالب في بورد. هتدوس سالب هتلاقيه طلع لك، او لو ما طلعلكش اعمل سالب في، هو اول امر ده سالب في بوردز. تمام. من هنا هتدوس على النقطة دي وتنزل لحد ايه، لحد تحت، لحد النقطة دي، تدوس كليكتين على البقرة. ده كل اللي عندك في قلب الايه، في قلب الموديل جالك هنا. تمام. طب انت عايز ايه؟ عايز اول لوحة، هتدوس كليكتين، شايف انت كده بره، فبتعمل زوم ان وزوم اوت فين؟ في اللوحه. طب عايز تعمل زوم ان وزوم اوت جوه اللوحه، هتعمل ايه؟ هتدوس كليكتين جوه المربع اللي انت عملته ده، اللي هو الفي بورت اللي انت عملته، هتدوس كليكتين جوه. تمام. وتمشي كده، انت عايز انهي لوحه؟ زوم زوم زوم، اللي هي اللوحه الاولى دي. طب هتقعد تظبطها بايدك؟ لا، هتعمل ايه؟ هتروح جاي رايح هنا، شايف انت الرقم ده؟ انت عندك السكيل دي بتطبع 1 ل 1000. تمام. فعندك سكيل 1 ل 1000. تمام. اهو جات لك كده، تروح تقعد تظبط بقى لحد ما ايه، تظبط على اول لوحه، تدوس كليكين بره عشان تعمل زوم ان وزوم اوت جوه هنا، ما تعملش زوم ان وزوم اوت جوه الايه، جوه الفي بورت. لو عملت زوم ان وزوم اوت جوه الفي بورت هيحصل ايه؟ هيبوظ السكيل. تمام. هتدوس كليكتين جوه. تمام. ايه، وتزق المربع ده كده اهو، كليكتين بره تاني بس. تمام. شوف كده، لو دوسنا كليكتين جوه وعملت زوم ان، شايف ايه اللي حصل؟ سكيل باظ، فهضطر ان انا ارجع ايه، اعمله 1000 تاني. تمام. وهكذا بقى اهو، ما دام هو مظبوط كده 1 ل 1000 خلاص. لو عملت زوم شايف السكيل باظ على طول. تمام. بس ادي شكل اللوحه بتاعك. فاضل لك هنا بس ايه، الكي بلان. الكي بلان هنعمله ازاي؟ سهل برضه، ما فيهوش اي حاجه. هتاخد البتاع دي، ثواني، كوبي، تاخد الشكل كله كوبي، تكتب هنج معلش، من هنا لهنا مثلا. انا كنت قافل ال قافل ليرات ال ليرات الكومباوند، ثانية افتحها. تاخده كوبي، من هنا لهنا مثلا اهي. تمام. هتضربه في سكيل صغير قوي. اول حاجه بس هتعمل الرسمه دي ايه، بلوك. تمام. ممكن تخفي الشكل ده او تقفله، ده مش عايزه معاك، انت عايز ده اللي بلوك، او ممكن تخليها كلها بلوك يعني عادي، ايش طبعا مش مشاكل. اول حاجه اقلبها بس باللون الرمادي كده، عشان الالوان دي بتبقى فاقعه قوي، ما لو في حاجه ليها تخانه ولا حاجه ما تاخدش التخانه بتاعه الخط. ثواني. تمام. ثواني بس، تهنيه جديد، تفك شوية تراجع، واخد ده تديله امر بلوك. تسميه مثلا كيد لين مثلا. عارف هو البرنامج التسجيل تقريبا المهنج الاوتوكاد. اوكي. تمام. اهو بقت بلوك اهي، حته واحده تعمل لها سكيل تصغرها. تمام. هتخليها سكيل مثلا 1 ل 0.005. تمام. هتعمل لها كنترول سي، تروح على اللاي اوت، كنترول في. دي طريقه. تمام. دي طريقه ان انت تعمل الكي بلان بتاعك. تمام. هتلاقي حاجه زي دي، فانت هتضطر ان انت ايه، تروح عامل اكسبلود لل، تاخد بس الرقم ده الاول. هتلاقي حاجه طالعه كده، فانت ممكن ايه، انت كده كده مش محتاج يعني الحته اللي بره دي، انت بس عايز تدي له انديكيشن ان دي، ده ايه، دي اللوحه رقم كذا مش عارف ايه كده، فاهم؟ تعمل اكسبلود. تمام. تاخد الاثنين دول تعمل لهم ستريتش كده، النقطه دي للنقطه دي، ترجعهم بلوك تاني.
يا رب. التهنيج ده رهيب، سميها اي حاجة مش فارقة. تمام، ايه بقت بلوك كده معاك. تمام، هتروح جاي عامل مربع ار اي سي بره كده من هنا لهنا مثلا اهو. تمام، المربع ده عايز تعمله هاتش عشان تقول له ان دي اللوحه اللي انت واخدها. ظبط بس شكل الهاتش من هنا، مفهوش اي حاجه. هاتش امر هاتش اتش ايه. تمام، ودوست على دي عشان تختار شكل الهاتش. بعد كده بتختار بقى الاوبجكت اللي انت عايز تعمله هاتش، تدوس تقول له سيلكت اوبجكت، تدوس هنا وتدوس ماستر. تمام، هو هيقول لك عايز ده الشكل تعمل له هاتش، هتقول له اوكي بس اهو اتعمل لقيت لك هاتش. هتاخد الرقم ده كمان اهو موف من هنا لهنا بس. فدي معاك لوحه واحد، ممكن تكبر الرقم شويه عشان حاسه صغير. لوحه واحد وانت عامل له عليها هاتش. تمام، بس طبعا بتغير اسمها هنا ان هي سيور واحد، لو هي ما كانتش سيور واحد خليها سيور واحد. المسقط الافقي صار لشبكه الصرف 1 لـ 8 لان هم ايه 8 لوح، فدي لوحه رقم 1 من 8. تمام، واسم المشروع والكلام ده بس. انا كده خلصت كده، دي اللوحه بتاعتي اللي هتطبع. تمام، اطبعها ازاي؟ كنترول بي. انت اوريدي كنت مظبط قبل كده لوحه، فتروح بدل ما تقعد تعمل PDF والشغل ده، لا هتعمل ايه على طول؟ بريفيوس بلوت اهي، مظبطه لك كل حاجه على الاي 1 والليجسي واير فريم والكلام ده. تمام، والمونوكروم قصدي والكلام ده. بس هتدوس ويندو من النقطه دي اهي للنقطه دي بس، ودوس بريفيو. شوف الشكل بقى، لو انت عايزك مثلا خط تخين عايز تصغره، حاجه مش باينه، لاين تايب سكيل مش باين، الكلام ده كله بقى بتقعد ايه تظبطه. بص بقى انت ايه بعينك كده تشوف ايه اللي مش باين وايه اللي باين وايه الحاجه اللي عايز تعدل وايه اللي مش عايز يتعدل. الكلام ده كله ايه انت تقعد تظبطه بقى اهي. يعني انا شايف الشكل حلو ومش وحش، مفهوش حاجه. تمام، مفيهوش حاجة تقريبا، الشكل كله جميل. يعني عامة انا ببص شوف البتاعة دي. تمام، طبعا هي هتبان اخف سيكة برضو لما ايه تطلع بره بي دي اف، والليجند بتاعك تتأكد ان الخطوط باينة. تمام، الاسم الكلام ده كله، الاسم اللوحة بس. تمام، في ايه تاني؟ لو برضو احنا عايزين نطبع اللوحة دي كلوحة كاملة، نطبعها ازاي؟ هتعمل نيو لاي اوت، هتدوس كليك هنا، كليك يمين على البتاعه دي، تعمل نيو لاي اوت. تمام، انت عايز تخش على اللوحه اللي بعدها. طيب الاول هتاخد الكلام ده كله كوبي اهو، هندوس له كنترول سي، تروح على لاي اوت 2، تمسح كله جوه، ديليت، كنترول في. تمام، نفس اللي انت عملته في الاولى تعمله في الثانيه. تمام، دوس كليكتين على البكره. تمام، وتدوس كليكتين جوه الفي بورت اللي هو معمول اوريدي كده. الفي بورت معمول، مش هتحتاج تروح تعمل في بورت تاني لان انت اوريدي واخد الرسمه ايه كوبي. تمام، فهو انت عندك في بورت هنا اهو. تمام، لو مش معمول تروح تعمله، مش حوار. دي تاني ايه، تاني لوحه، تروح ده رايح عليها كده 1 لـ 1000 وتظبط الايه الشكل بتاعك. تمام، بس وتروح واخد ده وده الرقم والهاتش كوبي او موف والنقطة دي للنقطة دي بس اهي، وتسمي الرقم ده ايه 2. التهنيج ده رهيب. هيقفل اوتوكاد. طب المهم يعني عرفنا ازاي ايه نظبط الطباعه ونظبط اللوحه، هندوس كنترول بي وخلاص خلص على كده الموضوع. انا بس اللي كنت عايز اقوله ان انت عندك كمان لوحه بتطبع ايه 1 لـ 2500 ليه، او مش لازم 1 لـ 2000، اقصد يعني ان هي بتطبع البلان كامل اللي هو اللوحه كامله. تمام، اللي هي الجنرال لاي اوت العام اللي هي بتبقى سيور 00. طب نقفل ده بس الاول، تعالوا نفتح الحاجه النهائيه او الشكل النهائي بتاعي بلان. يا رب يفتح.
ثواني بس افتح الاوتوكات يا رب. تمام، انا اوريدي في اللوحه دي انا مظبط لها ايه، مظبط لها اللوحه اهي. تمام، صور واحد اهي، ده الشكل بتاعها النهائي اهو. يعني تمام، ده الشكل النهائي بتاعي. تعال بس نشوف السيور 00 دي. السيور 00 دي ده البلان العام بتاع الايه، بتاع الرسمه بتاعتك. تمام، اللي هو سيور 00. طب انا البتاع ده بيبقى سكيل كام لكام؟ انا بجرب يعني، انا مثلا كنت عامل واحد ل 1000 في الاول. تمام، ثواني بس في حاجه غلط اصلا. سالب سيرفي بورت من هنا لهنا. تمام، دوس كليكين بره، هتدوس كليكين على الايه، على الفي بورت ده، هتقول له 1 لـ1000 مثلا، هتلاقي اكيد مش هتكفي لان انت 1 لـ1000 دي كنت بتطبع بيها حته من اللوحه. تمام، طب مش نافع، تروح تجرب 1 لـ1500. طب تعمله ازاي؟ هتروح دايس على كاستمايز دي. تمام، انت عايز تعمل سكيل جديد. تمام، انت مش هتلاقي هنا حاجه 1 لـ1500. تمام، بتشوف الواحد لـ1000 ده هو عباره عن ايه، الواحد على البيبر هو واحد في الدروينج. فتروح عامل اد، تخليها تكتب هنا اسم السكيل الجديد اللي انت عايز تعمله، 1 الى مثلا 1500. تمام، في البيبر بواحد، يبقى انا عايزه في الحقيقه كام، 1.5. تمام، دوس اوكي. اوكي، وتجرب 1 لـ1500، هتلاقي ظهر لك هنا. برضه مش نافع، فتروح تجرب ايه، 1 لـ2500. تروح اعمل كاستمايز او 1 لـ2000 مثلا، ما نفعتش معاك 1 لـ2000، انت تعمل كاستمايز، تعمل 1 لـ2500. طبعا 1 لـ2500 ده هيبقى 1 لـ2.5. تمام، اهي جت معاك الايه، البان كله، تدوس بره بس، بدي سكيل 1 لـ2500، تكتب هنا في السكيل عندك تحت ان هي ايه، 1 الى 2500. تمام، وتعمل الايه، البلان بتاعك ده اللي هو الكي بلان بتاعك ده، تحطه بس من غير هاتش. تمام، طيب لو فرضنا ان انت عندك الوقت الخطوط دي باينه معاك، اللي هي الخطوط اللي انت كنت عاملها، انا اوريدي ايه قافلها، بس انت ممكن تكون سايبها، اللي هي الخطوط دي، ثواني، اللي هي الخطوط اللي انت قسمت بيها اللوحه، انت مش عايزها تظهر في الايه، في البلان العام. تمام، تيرن اوف، تيرن اون. تمام، اهي الخطوط دي شايفينها، انت مش عايزها تظهر معاك في البلان العام. تعمل ايه؟ ممكن اول ان انت تعلم عليهم كلهم وتخليهم ايه، مخفيين، او تشيلهم اصلا، تعملهم ديليت، انت كنتش محتاجهم غير ان انت تقطع. تمام، دلوقتي انت مش محتاجهم، بس لو فرضنا ان انت محتاجهم بتعمل ايه، بتعلم عليهم كده زي ما انا علمت. تمام، وبتحطهم على حاجه، على لاير كده، هم هتلاقيهم مثلا محطوطين على اي لاير. تمام، انت بتعلم عليهم وتخليهم ايه، لاير اسمه ديف بوينت. الديف بوينت ده لاير ما بيطبعش، بتدوس دي كده تدور عليه، او لا يعني خلينا فين، خلينا هنا، دي اللي هي الحاجات بتاعتهم، هي تقول له ان ايه، خليهم ديف بوينت، ديف بوينت، ديف بوينت، اهي ديف بوينت. تمام، فهم اتحطوا على الديف بوينت. انت لو رحت طبعت دلوقتي، او لو رحت اتعلمت عليه كده، مرسوم بايه، بلاير ديف بوينت، لو رحت كده على سيور 00. تمام، هم موجودين اه ومش عارف ايه. طب جرب دوس كده كنترول بي، جرب كده دوس كنترول بي واقول له بريفيوس بلوت، ودوس بريفيو، اهو مش موجودين. ليه؟ لان انا حطيتهم على الديف بوينت. تمام، بس وده كده كانت الطباعه بتاعتنا، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي حاجه. لو عايزين تشيلوا الكلام ده، لو عايز تشيل الكلام ده، تمام، بتعمل ايه، بتسيف الرسمه دي اكس اف، بتسيف الرسمه دي اكس اف، تعملها سيف از دي اكس اف. تمام، اهي من هنا فايل سيف از، تمام، تخليها دي اكس اف، اي حاجه من دي اكس اف، وتروح تطبعها من، يعني تروح جاي قافل كل الاوتوكاد بقى اللي انت فاتحه، وتفتح برنامج اوتوكاد ذات نفسه. تمام، وتفتح الرسمه بتاعتك وتعمل لها كنترول بي هناك، هتلاقي الكلام ده مش موجود. تمام، بس وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.